امريكا بيكلموا معايا هنعمل في القرار. نعمل ايه بقى عشان ما تجننش؟ خليك نضيف يا عم. الشلولو تاكلوا الفول بس بالطريقه المصريه. متر الانفاق، متر الانفاق عباره عن لحم فلاح طبح. الشلولو نشرب الشاي والميه السخنه وكل حاجه سخنه علشان تزقوا. الشلولو ارقام واوهام ليس لها من الواقع شيء. كرومونيوم والتريومنيوم والتريومنيوم وقصب السكر والموز والترمس. تمثيليه وخدع من المخابرات الامريكيه. حط الخل على لتر الميه وبعدين تقوم عصر ليمونتين كاملتين. ملوخيه ناشفه تتعمل بالميه الساقعه مع توم عالي مع ليمون عالي. هو ده اللي هيعمل الخناقه في منطقه الحنجره علشان يزق الفيروس. هل تعلموا ان فيروس كورونا سينتهي من العالم؟ يا ريت والله. علاج بالمصر، عارفين هو ايه العلاج؟ طبعا ممكن انت ايه تستغرب. ها؟ عصير البرسيم هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا. وصلت عصير برسيم؟ عصير البرسيم العلاج. لا واقف يا ابني، واقف واقف. يلا بينا. أربعة مليون وسبعمية واربعتاشر ألف، ده لا رصيدي ولا رصيدك في البنك. ده عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العالم لحد اليوم اللي بتتصور فيه الحلقة دي، وتلتمية وسبعتاشر ألف حالة وفاة ماتوا متأثرين بفيروس كورونا. في الحقيقة الحلقة دي الهدف منها مش نشر الذعر أو الخوف، على قد ما الهدف تصحيح بعض المفاهيم والتوعية من خطر للأسف الشديد احنا لحد دلوقتي مش حاسين بيه. انا مصطفى محمد ودي حلقه جديده من برنامج كازابلانكا. في البدايه الكورونا هي عائله من الفيروسات بتصيب الجهاز التنفسي زي السارس والميرس وفيروس كورونا المستجد اللي موجود معانا دلوقتي، وهو مستجد لانه ما ظهرش بين البشر قبل كده. بيتسمى بسارس كوفيد 2 وبيسبب مرض كوفيد 19، والعائله دي من الفيروسات اتسمت بكورونا او الفيروسات التاجيه لانها بتظهر تحت الميكروسكوب على شكل تاج. لحد هنا تمام، واظن المعلومات دي دلوقتي الطفل بقى يتولد عارفها. بس خلينا نعرف اليه عمل الفيروس في جسمنا بشكل عام. الفيروس بيتكون من جزئين رئيسيين، غلاف بروتيني والمادة الجينية. والفيروس مش كائن حي بالمعنى المعروف، وعلمنا الجليل الدكتور مصطفى محمود شبه الفيروس بدراكولا، بيفضل شبه ميت لحد ما يمتص الدم بعد كده يرجع للحياة. والفيروس شبه دراكولا شوية. الفيروس لا يمتلك القدرة على التقاصر او التمثيل الغذائي، عشان كده بيدور الفيروس على خلايا يستخدمها في العمليات اللي هو ما بيقدرش يعملها. طب ازاي بيعمل كده؟ الفيروس بينتقل من شخص لشخص عن طريق رذاذ الانسان الناتج عن العطاس او السعال، او عن طريق ملامسة الاسطح ولمس الانف والعينين والفم. بيدخل الى الجهاز التنفسي وبتبدأ عملية الاصابة. الغلاف بتاع الفيروس بيحتوي على نتوءات بتعمل كمفاتيح بتسمح ليه انه يقدر يدخل جوه الخلايا. اما الخلايا بتحتوي على مستقبلات بيستخدمها الجسم عامة لايصال الطاقة والمعلومات الى الخلية، والفيروس بيستعمل نتوءاته كمفتاح بيتصل بيها بالمستقبل اللي بيمثل اف على الغلاف الخارجي للخلية، فبيفتح الجدار ممر لدخول الفيروس. بعدها بيبتدي الفيروس يدخل مادته الجينية وبيستخدم موارد الخلية في عمل نسخ منه، وبتشتغل الخلية كآلة نسخ وبتتحول مصنع للفيروس، وبيتم إنتاج ملايين الفيروسات اللي بتهاجم خلايا أخرى وبتدمرها. لكن الجهاز المناعي بيقدر إن هو يقاوم الفيروسات عن طريق إن هو بيبدأ ينتج أجسام مضادة بتلتصق بالفيروس وبتساعد كريات الدم البيضاء إنها تتعرف على الأجسام الغريبة دي وتبتدي تهاجمها. عشان كده جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول، فضروري جدا إن احنا نقوي جهازنا المناعي. طيب هنقويه إزاي؟ طبعا كلنا تابعنا الخزعبلات اللي كانت بتتقال بقى عن الليمون والثوم والشلولة وما إلى آخره إنهم علاج لفيروس كورونا، لكن طبعا الكلام ده مش صحيح. الحاجات دي كلها ضرورية جدا طبعا للصحة العامة ومفيدة للصحة العامة، لكن هي مش علاج، وخلينا كده ناخدها واحدة واحدة. أولا الليمون طبعا هو مش علاج لكورونا، لأن العلاج بتاع أي مرض ده قصة تانية لوحدها، لكن ده ما يمنعش إن الليمون مفيد جدا وفايدته في تقوية خط الدفاع الأول.
اللي هي المناعة، وده بسبب الحمضيات اللي موجودة فيه عن طريق ان هو بيزود افرازات حمض المعدة، وكل ما حمض المعدة يزيد كل ما الكبد يطلع العصارة الصفراوية بتاعته، والعصارة الصفراوية دي هي اللي جاية من الدم، جاية وشايلة كل السموم، وبالتالي هيحصل اضرار للصفرة، يعني الشيء اللي شايل كل السموم ده هيخرج من الكبد والكبد هينضف من كل السموم، بالاضافة كمان ان هو بيقلل من نشاط الغدة القذرية، وده بسبب مفعول فيتامين سي. طب هو ايه علاقة الغدة القذرية بالموضوع اصلا؟ الفكرة ان الغدة القذرية بتفرز هرمون الكورتيزول، وهرمون الكورتيزول ده بيعمل على تقليل المناعة، يعني بيخليها شوية ضعيفة، والليمون بيقلل من افراز هرمون الكورتيزول، وبالتالي بيخلي المناعة اقوى، يعني كل ما الكورتيزول زاد كل ما المناعة ضعفت، وكل ما الكورتيزول قل كل ما المناعة بقت اقوى. بالاضافة كمان ان الليمون مضاد بكتيري وفيروسي، وبيحتوي على مجموعات من الفلافونويدز، ودي مجموعات مضادة للاكسدة. بس خلينا نتكلم في نقطتين مهمين. فيتامين سي بيتكسر بالحرارة، يعني لو الهدف من شرب مغلي الليمون هو الحصول على فيتامين سي فانت كده بتستفادش خالص بفيتامين سي، على الاقل حط عليه مية دافية مش تغليه. النقطة التانية ان فيتامين سي موجود في مصادر تانية بشكل اكبر غير الليمون، يعني مثلا الجوافة هي اغنى المصادر بفيتامين سي، يليها الفلفل والبقدونس والكيوي والبروكلي والفراولة. طب بالنسبة للثوم، هو بيساعد فعلا من الوقاية من فيروس كورونا؟ هو طبعا الثوم صحي جدا، وبيتميز ان هو بيحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات، لكن مع ذلك مفيش بينة بتثبت ان الثوم بيقي من فيروس كورونا، لكن هو فعلا مفيد للصحة العامة، وعشان نقوي مناعتنا لازم نتبع نظام غذائي يكون غني بالفيتامينات وخصوصا فيتامين سي. طيب ايه هي طرق الوقاية من فيروس كورونا؟ اعتقد دلوقتي ان طوب الارض اتكلم عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، بس نأكد تاني، التباعد الاجتماعي هي اكتر حاجة ممكن تحمينا، بلاش بقى زيارات وتجمعات والحاجات اللي ممكن تأذينا دي، لان المشكلة الكبيرة ان 80% من الحالات ما بتظهرش عليهم اعراض، ولو ظهرت بتظهر بشكل خفيف جدا، يعني ممكن اي شخص يتصاب وما تظهرش عليه اي اعراض ويفضل ماشي ينقل الفيروس لخلق الله ويأذي غيره. وفي مأخذ على الناس اللي بتلبس جوانتات، والله ما ليها اي 30 لازمة، بالعكس ده بيعتبر اداة بتلم بيها الفيروس من مكان تنقله لمكان تاني، لوشك بقى، لموبايلك، لاكل عيالك، اي حاجة بتلمسها بتنقل الفيروس ليها. طيب نعمل ايه؟ افضل طريقة للوقاية بعد التباعد الاجتماعي هي تعقيم الايدين بالمية والصابون والكحول، وكلنا اعتقد عارفين الكلام ده، بس كتر التكرار بيعلم الشطار. عامة تعقيم الايدين بالمية والصابون او استخدام الكحول هو اكتر اجراء هيحميك. طيب عشان نفهم مع بعض، هو ازاي الصابون والمنظفات بتقدر ان هي تقضي على الفيروس؟ بكل بساطة الفيروس بيحيط بيه غلاف دهني، والصابون او المنظفات بتحتوي على جزئين اساسيين، واحد فيهم بيتفاعل مع المية والتاني بيتفاعل مع الدهون، وبيقدر يفكك الغلاف الدهني المحيط بالفيروس وينهي تماسكه. لكن ناخد بالنا من حاجة، الصابون عشان يقدر يفكك الفيروس العملية دي بتحتاج وقت، يعني حوالي 20 ثانية بتغسل فيهم ايدك، وفي النهاية احنا في مصر وصلنا دلوقتي لحوالي 11700 حالة اصابة لحد اليوم اللي بتتصور فيه الحلقة دي، و612 حالة وفاة. من شهرين بس كان بيظهر عندنا في اليوم 60 حالة، دلوقتي بيظهر بالربعمية والخمسمية، والمنحنى بتاعنا ما شاء الله طالع في العلالي. فرجاء ناخد بالنا، لان الفيروس خطير جدا وما بيفرقش بين طفل وشاب وشيخ، بيصيب كل الاعمار، واعتقد كلنا شفنا المأساة اللي مر بيها الشاب محمد نادي لاعب كمال الاجسام اللي توفى نتيجة اصابته بالفيروس. العيد داخل وكل سنة وانتم طيبين طبعا، لكن خلوا العيد يعدي بسلام وبلاش زيارات وخروجات، علشان ممكن تتسبب في كارثة، ولو مش خايف على نفسك خاف على اهل بيتك، اللي لو العدوى اتنقلت لك هتنقل لهم العدوى كلهم بكل سهولة. القصد مش نشر الذعر والخوف بين الناس، القصد هو التوعية، وانا حاولت ألم المعلومات دي من موقع منظمة الصحة العالمية، والموقع متوفر باللغة العربية، يعني لو عندك اي تساؤل اي استفسار ممكن تدخل على الموقع وهتلاقي كل اللي انت عايزه عن الفيروس. وحب اختم الحلقة بمقولة للراحل الدكتور مصطفى محمود: لو انتشر فيروس قاتل في العالم واغلقت كل الدول حدودها وانعزلت خوفا من الموت، ستنقسم الامم بالغالب الى فئتين: فئة تمتلك ادوات المعرفة تعمل ليلا نهارا لاكتشاف علاج، والفئة الاخرى تنتظر مصيرها المحتوم. وقتها تفهم المجتمعات ان العلم مش اداة للترفيه بل وسيلة للنجاة. شكرا، واشوفكم الحلقة الجايه.